السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب تالت شابيتر بالدياجرام دو كلاس. هلا مش ما تملوا كثير من الكور، حطيت لكم بارتي اكزرسيس، منها بتكون مراجعة ومنها بتكون عم ننوع شوي. بعتقد بيبقى علينا محاضرة كور وحدة. هلا لنشوف اليوم كيف عملتكم ونشوف. هلا اليوم شو حناخد؟ حنعمل ريفيزيون مثل ما قلت لكم. هناخد شيء صغير اسمه سونس دي رول، هلا بعد شوي بقول لكم عنه. الاريتاج اكيد بتعرفوا الاريتاج. بعدين بدنا ناخد شيء بالاريتاج اللي هو الاوفر رايدنج او السير شارج بالفرنسي. بعدين الريديفينيسيون والديسكريمينون. بالمبدا اليوم ليكو الديسكريمينون مكتوبه بالغلط عشان ما تكتبوها غلط. ديسكريمينون المهم. اوكي اليوم حنبلش هلا بالريفيزيون. هذا الاكسرسيس بعثت لكم اياه، ما بعرف اذا لاحظتوا حضرتوه ولا لا. هو اثنين بارتي، هل اول بارتي لان ثاني بارتي هي دياجرام دوبجي. هلا عندي يا شباب اون اكيب دانفورماتيك. يعني اول شيء حل الاكسرسيس هلا، اون اكيب انفورماتيك اي كومبوزي دي جو دي ديفلوبر. كمان بدنا نتعلم كيف نحل دياجرام دو كلاس. اول شيء بنقرا النص بطريقه سريعه عشان نفهم الموضوع. عبيل فريق المعلوماتية مؤلف من ديفلوبر مطورون. Elle travaille pour une entreprise et possède un identifiant et un logo. عنده ID وعنده logo. Logo شعار يعني. Un développeur est caractérisé par... على فكرة هون elle travaille بتعود لمين ال L هون؟ للإكيب. للإكيب صح. Un développeur est caractérisé par le numéro de sa carte d'identité. Son nom, son prénom, son email. Il utilise un ordinateur personnel. Un développeur peut être un programmeur spécialisé dans un ou plusieurs langages. Un développeur peut être un programmeur spécialisé dans un ou plusieurs langages. Un concepteur expert dans les méthodes ou langages de modélisation. Les développeurs écrivent le code et les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs pour créer les modèles. Après, les développeurs écrivent le code, le paramétrage, ou les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs. Ils disent comme utilisateurs, même si vous faites une interview avec TS ou maintenant avec le projet, même si vous faites le modèle, vous faites le MCD ou le diagramme de classe ou autre. Présentez le diagramme de classe. هلا بعد ما نقرا الكاب بشكل عام بعدين بنبلش نقرا جمله جمله، وانا حامشي معكم ايتاب باي ايتاب. يعني اعتبر حالي تلميذ وعم اشتغل. مثل ما قلنا نحن ما المفروض منا ان الا ان نشوف كيف بنفكر. هلا اهم شيء الواحد يعرف كيف بفكر. هلا حارجع لاول جمله. اون اكيب دانفورماتيك اي كومبوزي دو ديفلوبر. شوفوا هذه الجمله عزلتها عن النص. عم بيقول لي الفريق شو رايكم مين؟ شو في شو في عندي هالجمله؟ شو فيها؟ كاليفيكاتيف ريلاسيون اجريجاسيون كومبوزي. مظبوط. بس شو فيها كلاس بالاول يا شباب؟ ايكيب وديفلوبر. ايوه ما يعني عندي اثنين كلاس، ايكيب وديفلوبر. ايكيب وديفلوبر بما انه اول اي كومبوزي هي ما بسموها كاليفيكاتيف بسموها اجريجاسيون. سوري هلا حنطبق. اوكي لاحظوا كريي موديفي افيشي بنحطها على الغنبوني، ما اتفقنا؟ طيب هلا شو قالوا لي يا شباب؟ حارجع للنص. اون اكيب دانفورماتيك اي كومبوزي. الا بما انه قالوا اون اكيب بصفه ال لو سمحتوا اللي عم يعجق يطفي الميكرو لو سمحتوا مشان يطلع التسجيل منيح. بس اون اكيب دانفورماتيك اي كومبوزي دي ديفلوبر معناتها الاكيب الواحد كم ديفلوبر بقلبه؟ شو رايكم؟ كذا واحد او بليزير كذا واحد او كيوزير. اوكي طيب الديفلوبر موجود بكم اكيب؟ ما بعرف الجمله ما قلت هيك، ما قلت انا ديفلوبر ترافاي ما بدي كم اكيب. بس الان ما بتكون وحيد خيالها من عندي. الان ما بتدل على انه هي وحيد. ليكي نعم الان ما بتدل على انه هو اكيب وحيد. بس الان هي للاكيب، يعني نحن عملنا الكاردناليتي تبعت الاكيب، بس الكاردناليتي تاع الديفلوبر ما عملناها هسه. يعني لازم يكون عندي جمله عم بقول ان ديفلوبر ترافاي مع سهم اكيب او بليزيور. بما انه هالجمله مش موجوده والدليل هيك طلع هذا النص. الجمله مش موجوده، موجود اون اكيب
يعني لازم يكون موجود يعني معاكس للأولى للجملة الأولى كمان لحتى يكون أيوة. لازم يكون علي آل حتى تكون فورت. أيوة لا قبل الفورت هلا روي علي شوي شوي. هلا أنا شو بدي أعمل هلا بعد ما عملنا أول هلا بما إنه النص ما كتب لي ديفلوبر مع كم إكيب ترافاي هلا برجع على المنطق. أنتوا شو رأيكم المنطق شو؟ إنه بيشتغل مع فريق واحد. أنت بتقولي فريق واحد هلا أنا بقول بهالأيام بهالأيام ممكن واحد يشتغل مع أكثر من فريق. صح. بس أنا ححط بس إذا أنا اعتبرته عرفتوا فيني كأني أنا عملت بروبوزيشن ماشي الحال. طيب لكم معلش خليني أحط الآن بالأحمر بس حتى تعرفوا إنه هذه أنا حاططها أوكي. هذه حتى تعرفوا إنه أنا هذه أنا كل شيء بحطه بالأحمر يعني أنا مفترضه مش موجود بالنص. فهمتوا علي؟ يعني الآ وبيزير مكتوب بالنص بس الآ هي أنا افترضتها. هلا بدي أشوفها فورت ولا لا منيح. شو رأيكم هذه فورت ولا لا؟ إيه فورت. ليش؟ لأنه من على اللوزانج في آن ما في ديفلوبر بدون إكيب. لا أنت ما في ديفلوبر بدون مش هيك السؤال. شوف إذا محينا الإكيب بينمحى هو هذا السؤال. هلا أول شغلة يا شباب من طلع في أجريجاسيون ولا لا في فوق الأجريجاسيون في آن. هلا أنا لو حطيت آن إتوان كنت ما سألت السؤال أكيد فهم بتركها بتمعي. بس بما أنه أجريغاسيون هذا الشكل اللوزانج أجريغاسيون اللي جاي معي جديد يعني بس يكون يعني هو جزء منه معلش. أيوة يعني بس يكون الأكيب بيتألف من ديفلوبر يعني بس يقولوا أكمبوزي أكازا معي هاي أجريغاسيون نحط هذا الشكل يعني هي رلاسيون عادية بس بمعنى أكمبوزي. مشان هيك مكتبنا على رلاسيون أكمبوزي لأن هذا اللوزانج معناته أكمبوزي يعني جزء من كذا. هلا الديفلوبر انا افترضت انه بيلعب اكيب واحد حطيته بالاحمر. السؤال هلا بسال السؤال الثالث يعني قلنا عندنا ثلاث شروط حتى تكون فورت. اول شغله بدها تكون اجريجاسيون مثل ما انا رسمها هلا. ثاني شغله بده يكون الكاردينال تيلي فوقها او الميتوبيس تيلي فوقها ان. بعدين بسال السؤال قول انا اذا محيت الاكيب هل ضروري محي الديفلوبر؟ شو رايكم؟ استاذ هلا اذا محت الاكيب في الديفلوبر يشتغل مع اكيب ثاني فهيدي بالنهايه منا فورت. ايوه شوفوا يا شباب الحقيقه هون الموضوع شوي بضيع لانه ما بتحسوا هالقوه كثير. بس انت اذا كان عندك مثل تردد يعني ما انك عارف الفكره كيف بما انه الاتا فاب والاتا وما انك متاكد اذا هي يعني اذا محت الاكيب بمحل ديفلوبر ولا لا شو بتعملها بتعتبرها فورت. لأن غالب الأحيان إذا كانت آن بتكون فورت. فهمتوا علي؟ أي أستاذ فهمنا. إيه بس هو الأصل لا هو الأصل عم نقول إذا محيت الأكيب هل الديفلوبر بدل موجود بمحيه بالداتابيس ولا ممكن لقيله صرفي تاني مع أكيب تاني. مشان هيك أنا ماني ملاقيها بهالقوة كتير. أنا هيك تقديري الشخصي يعني أنا لو أستاذ وعم حل كنت تركها فاب مع أنها آن بس معكم حقي بتضيع. مشان هيك أنا حأعمل شو حأتركها فورت. والآن حياتها ليش حياتها؟ لأن إلا بمجرد ما كانت فورت معيد أكيد ما في داعي يحطها. اللي كان غايب معي حأرجع عيد خطوي خطوي. إلا أول شيء نحن قلنا بما أن الرلاسيون أول شيء في رلاسيون لأنه قول الأكيب كومبوزي من ديفلوبر يعني جملة جمعت الأكيب مع ديفلوبر يعني في رلاسيون. طيب حطينا إتوان بس بما أن بمعنى كومبوزي حطينا هذا شكل لزونج اللي هو أجريجاسيون نسميه أجريجاسيون. طيب هلا عم نحسب الملتيبلستي فوق الاكيب. الان النص ما بيقول شيء ما بيقول ان ديفلوبر مقلق بيلعب مع كم اكيب ما او عفوا بيشتغل بكم اكيب. مشان هيك قلنا انا نفترضها من عندنا في تلاميذ حيحطوها اتوان وصح وفي تلاميذ حيحطوها ان. انا قلت بدي هون على حالي بدي احطها ان ماشي الحال. بس لو حطيتها ان اتوان ما بفكر كان الاجريجاسيون فورت ولا لا يعني اكيد حتضلها باي باي لانه حتى تكون اجريجاسيون فورت الشرط الثاني لازم تكون ان. طيب هلا السؤال الثاني قلنا اذا محينا الاكيب هل بمحد ديفلوبر؟ قلنا هون ما بعرف. هلا التلميذ هو بتقديره اذا قال لازم بمحد ديفلوبر حيحطها سوداء واذا قال ما لازم بمحد ديفلوبر حيحط رقم بيضاء. مشان هيك انا كاستاذ
اذا حتى سوداء او بيضاء حاعطوا صح. بس قلت لكم اذا عندكم شك اتركوها سوداء افضل، لان بغالب الاحيان بس تكون حتكون سوداء او حتكون اجريجاسيون فورد او بسموها كومبوزيشن. مشان هيك الان نضع على طعمي، بس تكون فورد اجباري تكون مش الحال. طيب هرجع على النص. ال ترافاي الا ال بتعيد بتعود للاكيب pour une entreprise et possède un identifiant et un logo. يعني عند الانتربريز رح يكون عندها اثنين بروبريتي. هلا البوسيد تعود لمين؟ الاكيب والانتربريز هو مع بعض. تعود للاكيب للال بتعود للال يعني. بوسيد. حابين لي هلا يا شباب انه الاكيب بيشتغل بانتربريز، هلا هيدي الجمله حياخذها لوحدها. جمله جمعت الاكيب بمين؟ بالانتربريز، ما هيك؟ بالانتربريز، ايه. مشان هيك شو رايكم الانتربريز هي كلاس ولا لا؟ بلا كلاس. هي كلاس، مشان هيك شو حاعمل؟ حيزيد معي بنعمل كلاس جديد. ليكو، ليكو انا اعتبرت انه الانتربريز هي اللي بقلبها لوجو، وهذا شيء غلط. انا حق علي. حشيل الهول، حطهم بالاكيب، اوكي؟ هدول انا مغلط عفوا، هذا يعود لل هون. ماشي الحال؟ يعني هلا هارجع هون. زدنا يا شباب، قال لي ماشي الـ AR ما بعرف. اوكي. دلت. طيب هلا زاد معي اكيب. وبما انه جمله جمعت الاكيب مع الانتربريز معناتها في ريلاسيون بيناتهم اسمها ترافاي. هلا شو قال لي يا شباب؟ قالوا لي ال ترافاي دون زون انتربريز، يعني بيشتغل بكم انتربريز هو؟ وحده. مشان هيك شو حطينا؟ طب الانتربريز كم اكيب بيشتغل فيها؟ او بليزير ما بعرف، انا لقيت النص ما ذاكره. مشان هيك بدي ارجع للوجيك. هلا اللوجيك عاده ما معقول الشركه فيها اكيب واحد بالمبدا يعني. مشان هيك الافضل شو اعمل؟ حط او بيزا. بس ليش حطيتها بالاحمر؟ لان انا مذكوره بالنص، انا افترضت هذا. بس عم بشرح لكم اياه، ما بالكم بالمسابقه حطوا لي بالاحمر؟ لا، بس حتى تعرفوا انه هذه ما لي جايبها بالنص، هذه انا مفترضها. يعني كل شيء بتلاقوه بالتي بي ستي بالاحمر هي انا مفترضها. يعني التلميذ اذا حط اعتبر انه الانتربريز فيها اكيب واحد، وإذا حط أو بليزيور اعتبر إنه في أكثر من إكيب، واضح؟ واضح يا أستاذ. أوكي. ليكو إيدونتيفيون كمان كاتبينها غلط، ما تبغزوني لأن عمل إيدونتي. أوكي. طيب. هلا شو يعني؟ هلا جاوبنا على النص. اول شيء قالوا اكيب ترافاي بالانتربريز، وقال الاكيب بقلب لوجو وايدنتيفيكاتور، حطيناهم مزبوط. طيب هلا بنرجع للنص. النص شو بيقول؟ ان ديفلوبر اي كاركتيريزي بار لو نيميرو دو سا كارت ايدنتيتي، سون نوم سون برينوم سون ايميل. ما هيك؟ هدول بروبريتي عند الديفلوبر. ايوه هذه كلها بروبريتي عند الديفلوبر، ما هيك؟ استاذ بس بدي اسالك عن الايدنتيفيون واللوجو، هني المفروض يكونوا للانتربريز ولا للاكيب؟ ليك شو عم ليش للاكيب؟ بليز ما هني ليك قول ال ترافاي هي دومزير رويش ال ترافاي بور ان انتربريز. عم تحكي لغه انت. ال تعود للاكيب، يعني كانه عم يقولوا اكيب الاكيب ترافاي بور ان انتربريز، ما هيك؟ اي بوسيد يعني اي تعود للاكيب هون، ما تعود للانتربريز، هذا لغتها. عرفت كيف؟ حتى انا لاحظت اني غلطت فيها، بس لا هي هون اي تعود للال. فهمت علي؟ ايه يعني هون بس لغه الشغله. هلا ان ديفلوبر كاركتيريزي بار وحده اثنين ثلاثه اربعه، قلنا هذول كلهم بروبريتي بس هينين بقلب الديفلوبر، ما هيك؟ طيب ال اتوديز لمين ال بتعود هون؟ للديفلوبر صح؟ ان اورديناتور بيرسونال، يعني هون جمعت الديفلوبر بالاورديناتور. الاورديناتور انتم برايكم هو كلاس ولا لا؟ استاذ هلا هن منو حكين كثير على الاورديناتور بيرسونال؟ يعني انا معك
بس عم يقولوا اني تريد طب ايش اللي ما في انا ما حط كلاس كلاس يعني الاوردينيتور اصغر من اني ما شوف عرفتوا كيف مشان هيك هلا مثل فيت اذا ما حطيتوا كلاس ما انا مغلطه كثير على فكره ما كثير ركزوا عليه بالنص بس لا انا فضل اني شو اعمل محطوط بجمله وفي فيرب اي الاتيليز لكن عندي بي سي شايفين شو صار بي سي اتيليز ديفلوبر اتيليز بي سي بي سي يعني بيرسونال كمبيوتر ها طيب شو الملتيبليسيتي قالوا الاتيليز ان بيرسونال كمبيوتر واحد صح طيب البيرسونال كمبيوتر كم واحد بيستعمله شو رايكم كذا واحد هلا ممكن واحد وممكن كذا واحد صح انتم معكم بس بما انه اسمه كمبيوتر بيرسونال يعني بيرسونال ايه وخلص واحد يعني كانه لواحد بس ما هيك ححطها بالاحمر ليش لانه اذا واحد حطها او كيزير يا اخي ما بعرف يمكن بعض الضرب بيجي بيشتغل واحد ثاني انا ما بعرف مش هيك تحتمل هي بس الآل فوقوني السوداء اكيد لازم يكون بالآل عرفتوا كيف بس الآل الحمراء اذا واحد حطها اطوال بمرق له ماشي الحال متفقين يا شباب متفقين طيب ان شاء الله على طول متفقين طب خليني بس لانه هي الغلطه اللي غلطتها حتش حط معي بكل السؤال حشيلها من هون حطها بقلبها اوكي عم بمشي بسرعه شيء لا بس انا كنت حاططهم هيك بالاول ضعت بين اذا بدي احطهم عند الاكيب او عند الانتربريز هذا بس خلاف لغوي يعني ما له خلاف يعمل لي افتكر طب هلا حنكفي النص شو عم نقول هلا ان ديفلوبر بوتيتر ان بروغرامر سبيسياليزي دون زان او بليزيور لانجاج او ان كونسيبتور اكسبير دون لا ميثود او لانجاج دو موديليزاسيون شو رايكم هيك هلا في بيئات يعني ريتاج يعني قليل الديفلوبر ممكن يكون بروجرامر او بده يكون كونسبتر يعني هون ريتاج هون ريتاج نحن ما اخذناه بس هلا بعد شوي حفصلكم فيه اكثر طيب شو معناتها؟ معلش مشان ما ارجع كل مره عيد من جديد ها هيدي وين هيدي لا في عندي هون خبيصه خليني اشيلها وعرف منين جايها وكمان هذه البدعة اللي منها هون خلينا نشيلها وخلينا نحط هذه التكست اكيد قبل ما نصبرها لله لأنه هلا بيكون تعمل سكرين شوت أحسن ما تضيعه شايف اند طيب هلا يا شباب حنكفي من لاحظوا هالجملة شو عملت أنا أول شيء قالوا developer هو يا programmer يا conceptor شايفين الإريتاج شايفينه إيه أستاذ هلا أشير أوكي هلا قالوا لي إنه programmer بيعرف لغة أو أكثر مشان هيك شو حطيت لونجاج هون أكيد قلت لونجاج دو بروغراماسيون إيه قالوا programmer بيعرف لغة أو أكثر واللغة بالمنطق حطيتها بالأحمر ممكن تعرف بيعرفها شخص او اكثر مظبوط بينما اقول الكونسبتر هو اكسبير طبعا في دي ما حد خليكم تشوفوا اوكي قولوا اكسبير بان ميثود يعني عند الميثود لك ما بعرف يمكن ما بين عندكم هون بس انا هلا بس اعمل لكم سكرين شوت وابعث لكم اياها بتطلع واضحه بس الكونسبتر قولوا بيعرف ان سيل ميثود دو موديليزاسيون ميثود يعني مثل UML او الميريز او شيء عرفتوا كيف؟ مشان هيك الكونسبتر بيعرف ان سيل ميثود بينما الميثود ما ضروري انا الوحيد اللي بعرف ميريز بالشركه او بعرف UML بالشركه مشان هيك ان او كيوزيون بس خليني اول شيء الميثود حطها بالماجسكيل اوكي اعملوا لي سكرين شوت لهيدي لو سمحتوا هيك لشوف اذا فيني اكبر شوي لا لحظه شوي هلا بعد شوي حقلكم شو حاعمل اعملوا لي سكرين شوت لو سمحتوا اوكي اعملوا سكرين شوت اول شيء مثل ما انتبه رفيقكم الديفلوبر هو يا بروجرامر يا كونسبتور بعدين الا البروجرامر في جمله قالت البروجرامر بيعرف لغه او اكثر ما فيني اتجاهلها هيدي طيب وقالوا انه الكونسبتور عنده خبره ب
بميثود واحدة. وهذا اللي حطيته أنا. بس هلأ بعد شوي حتتسع معي الصورة متعرقة كتير اللونجاج وميثود حشيله. لأنه بدي يرسم محل وشي تاني. بس ما معناتها ما موجودين هني موجودين. أوكي؟ فهمتوا علي؟ يا شباب؟ ايه استاذ. يعني هلأ اللونجاج والميثود بالرسمة اللي بعدها ما حتشوفوهم. بس ما معناتها هني منهم موجودين. هني موجودين بس أنا لغيتهم حطيت سعر معي الرسمة. أوكي؟ طيب. هلأ هنتقل ارجع للنص. شو عم يقول لي بالنص؟ لي ديفلوبر اكريف لو كود. يعني الديفلوبر بيكتبوا كود ببرمجوا يعني. التركيب هذه شنو كيف بدي حلها؟ نعمل كلاس للكود. ايوه هون التلميذ عنده رايين. يمكن واحد يقول لي ما في داعي الكود اعمل له كلاس. واحد بيقول لي لا كلاس اسوسياسيون لانه هي مشتركه بين الديفلوبر والكونسبتر. لا ابدا. لا هي جملة هاي جملة خاطئة تاني. لي ديفلوبر هلا الكونسبتور هلا بعد شوي يفوت عليه. بس هلا عم نحكي ديفلوبر لحظة شوي. إذا الكود بدي اعتبره كلاس معناتها الجملة بتجمع الديفلوبر مع الكود. صحيح هالكلام؟ ايه مصفوط. طيب بينما إذا كان إذا ما اعتبرته كود كيف بدي حلها يا شباب؟ نحطها ميتود بس نحط ميتود اكريف كود. مصبوط. ما هيك اتفقنا مرة الماضية؟ قلنا إذا ديناميك إذا ستاتيك مع ديناميك ما تزيد مسؤولية على الانترنت عندي إن شاء الله يعافيك. اتفقنا إنه يا شباب البروغرامر بيكتب كود أو أكثر اللي بيكتب كود أو أكثر والكود اللي بيكتبه انسر بروغرام. هاي طيب كمان هذه الغلاظة اللي أنا عندي هون بدي أشيلها. أمري صبي يا الله. لكن هلا حشيلها من أصله وبرجع بعد آخر شيء بزيدها. بس تعمل سكرين شوت. هلا طيب هلا الكونسبتر شو قالوا لي؟ قالوا لي الكونسبتر بيعمل كوميونيكاسيون مع اكثر من يوتيليزاتور. مزبوط مع اليوتيليزاتور ما هيك النص؟ بلا بلا ايه الو طيب. نحن معك مشان هيك طلع عندي كلاس اسمه يوتيليزاتور. طلع عندي كلاس اسمه يوتيليزاتور وشو الريلاسيون اللي بيناتهم؟ ديالوج. هو بسميها ديالوج. هلا اللي مثل السيستم انا مبيني عندكم هون هيك حصغر الصوره لكن الملتي بسيستي هون عم بيقول لي الكونسبتور مع ان او بليزيور يوتيليزاتور واليوتيليزاتور بالمبدا بيحكي معه ان او بليزيور كونسبتور. كمان حطيتها بالاحمر لانه النص ما موضحها. بس هو قال لي الكونسبتور بيتواصل مع المستخدمين اوكي بينما المستخدم مع كم كونسبتور بنع. وهيك بيكون يعني بهيك بيكون يا شباب بيكون اخذنا كل اللي خلصنا النص. وين روحت اللونجاج اللغه؟ ما قلت لكم شلتها بس لانه ما بتساع. يعني هي موجوده فهمت علي بس لانه ما بتساع. استاذ هلا سمعت خبر هلا سمعت انه اجلوا المدارس ل 2/8. اي مدارس؟ انه المهنيات هيك قصدي. الله ما بعرف والله منيح بصير معنا وقت اكثر. طيب ليك يا شباب شفتوا ليك يا استاذ اللي سالني لكن اللونجاج والميثود بسيتهم موجودين شفتهم؟ بس انا بحيتهم بس لحتى يسيع معي الماضي يعني انت لازم ترجع تتركهم. ايه هلا انتبه. ما بقى تسيع معي الرسمه ما بقى تسيع معي بتطلع معجقه كثير. هذا اللوزانج ولا اول النص؟ نعم الريلاسيون هاتي تاعت اللوزانج اللوجو تبعونه بس تعملوا بس باول النص. عيد السؤال ليش بعدين بالجمل الثانيه مسالتنا على هذا الفورت وما بعرف شو هول انا لاني كنت ما احضرته. لا حالك ليش لانه الجمل الثانيه مثلا ترافاي
مثلا جملة ايكيب ترافاي معنى 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 كومبوزي هذي معنى بمعنى يتألف بس تكون عم تحكي انه جزء من كل وهيك معناتها ساعتها بنحكي اجريجاسيون ولا لا يعني الاجريجاسيون هي ريلاسيون عادية بس بمعنى شيء من جزء من شيء يعني هي فيها تكون معنى كذا مرة هيدي كمان ركزي معي شوي الديفلوبر والبي سي فيني يقول البي سي هو جزء من الديفلوبر لا صح ايه صح تسمعيني ولا حتى ولا حتى ولا حتى النص هيك قول ولا النص قول انه بيتالف من كذا اذا النص هيك قول امر صبيل الله شو بيعمل اوكي وين الرسومات ولا وحده منهم مرقت بمعنى جزء من كل طيب هلا ليك اعملوا سكرين شوت لو سمحتوا يمكن هيك هيك تطلع اوضح اعملوا لي سكرين شوت هيك هلا انا بعد شوي ببعثكم اياها بطريقه مرتبه اوكي طيب هلا بنتقل ل بنتقل برجع ل حدا عنده سؤال هيك كنا رجعنا تقريبا بنص كبير لا سهل والله سهل يا استاذ خلينا سؤال الشيبي نعم سهل كثير عن جد يعني بس الواحد بده يفهم شو مكتوب وبيعرف بس مثل ما قلت لكم يا شباب نعم كيف متقسم العلامه على اربع علامات هذا ما بس هيك الكرسي يا محمود انه ما بس عليه اربع علامات بس في جزء ثاني ما حليته هو دياجرام دوبجي كمان يعني هذا عليه علامتين هذا لانه اللي حط المسابقه ما انه كثير ضبطه مع الاسف في يمكن سؤال ثاني بس عادة نفس الشيء نفس الدوره لا ليك عاده بالدوره الثانيه عاده ما بيكون الاسئله مدروسه مضبوط بيجمعوها من دورات سابقه وبيحطوها عرفت كيف أيوه. بس هذا السؤال اللي يكون مينيموم عليه ست علامات بس برجع بقول لك كيف تنحط العلامات الدياجرام دو كلاس بقدر اسالك سؤال قبل خليني اجيبه بس كيف تنحط العلامه على الدياجرام دو كلاس افترضوا عليه اربع علامات هذا بيحطوا علامتين على الكلاس وعلامتين على الريلاسيون شفت كيف مثلا هون عندك اديتاج بيحطوا عليها نص علامه بيبقى علامه ونص على الكلاس بيجي بيقولوا بدنا ثلاثه كلاس صح من الاصل لا صار عندك شيء 10 بيقول لك بدي ثلاثه كلاس صح تاخذ العلامه كامله ونفس الشيء ريليشن شيب عندك واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة واثنين محليهم عندك سبعة يعني اللي بيجيب أربعة من سبعة بياخد العلامة كاملة شوف كيف حسب المرايه أوكي نعم شوف كده هتسأليني بدي أسألك عن الدورة كم بدي أسألك عن الدورة أمتى رح تبلش يعني إذا بدنا نتسجل بالمواد الدورة ما فيني بلش صف إلا ما يكتمل عرفتي كيف عادة حياك بنعمل إذا بدنا اليوم ضلي نحكي مع الأستاذ بنتفق معكم على بيتفق معكم الشاب على على وقت بتبلشوا ضهري فينا نختار مادة أو مادتين بس أكيد فيك تختاروا مادة واحدة ما نسأل إنه جايين نطلب لساعة حلبة مين بيكفل العبدي والمحمرة وما بعرف والله معك حق بس مشكلة بالطرقات كمان هذه قطعة الطرقات هي قطعة الطرقات الله ليس أكيد حيكون لها إدارة لوحدها يعني نحن قبل بوقت إذا كان على الجروب الواتساب إذا كان مطوع الطريق بتخبرونا ضري بنلغي الصف أو يعني قبل بساعتين عرفتوا كيف؟ يعني مشان نقدر هذا فعلا على كل حال تعملوا زوم والله زوم صعب كثير لأنه ما تفكر أنا داعي بياخد معي جهد هالشغل فهمت علي؟ وبعدين قدنا أنا ميت هيك من شوية العمل زوم بس باقي مواد صعبة مش كله بالعمل زوم يعني صحيح الكود البي اتش بي يمكن تجيبون نعم طيب على كل حال يعني ما تفكر أنا هلأ الدورة اللي بعطيها بتطلع 100% من الدورة اللي بعطيها بالمركز أكيد لا بتطلع هيك ب 60% بس غير ما بكون أنا عم بتواصل معكم بطريقة مباشرة هتفرق كتير يعني أنا بصير من عيونكم بعرفكم فهمانين ولا لا أنا بعرف التلميذ شو ما بصير بيقول لك فهمان بس تعابير الوجه ولا نعمل ما هيك يا محمود هيك يعني الانتر اكسيون مباشره اكيد تفرق كثير الوضع طيب هلا ليك يا شباب هلا حنتقل للسونس دي رول الرول هي تعرف شو الرول هو الاسم اللي بنحطه على الاسوسياسيون يعني وظيفه الاسوسياسيون مثلا مثل هلا قلنا اتيليز بس هو شغله بسيطه مثلا هيك هالاكزامبل اللي هون افترضوا عندي انتربريز وترافاي اكيب يعني اكيب بيشتغل بانتربريز والانتربريز بيشتغل بالاكيب بس السؤال هلا اللي بدي اسالكم اياه الاكيب شو اسمه الرول هون اسمه ترافاي هيك صح؟ ايه صح الو
شو رايك الجمله انتربريز ترافاي دون زون ايكيب ولا ايكيب ترافاي دون زون انتربريز؟ ايكيب ترافاي دون زون انتربريز. ايوه يعني هي من اليمين للشمال. اليو ام ال مشان ما يوقع هاللغط هذا لا لا حطت هالفلاش الصغير، شايفين هالفلاش اللي معكم بالازرق؟ ايوه ايه فهمت عليك. يعني مين عم يعمل الفعل؟ ايوه يعني كيف صنص الجمله بقراها من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين بس هيك؟ واكيد فيكم ما تحطوها. فهمتوا علي؟ ايه ايه شغلي بي شغلي بيخي بس انا حطيتهم اياها بشي اذا شفتوها بشي برين بشي بشغله ما تضيعوا ما تقولوا استاذ فادي ما اعطونا. هلا اعطيكم سؤال ثاني ها. الديفلوبر يوتيليز بي سي ولا بي سي يوتيليز ديفلوبر؟ ديفلوبر يوتيليز ديفلوبر اكيد. يعني الصوص الصوص من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ من الشمال لليمين. مشان هيك بدك تقول لنا اعملوا لي سكرين شوت لو سمحت. بايخه ما انا بايخه؟ مبلى كثير كثير. الو هيني ما بس بدي اعطيكم اياها. طيب هلا حنتقل هلا للإيريتاج. الإيريتاج يا شباب هلا سمعي دقيقتين قبل ما تخلص اول سيشن. الإيريتاج انتم مثل ما تطلعوا انا بعرف انتم فاهمينه. الإيريتاج مرسوم بهالطريقه ب بيورات من ا. الحقيقه هو البي هو نوع من ا يعني اذا بدكم سوز انسامبل من ا بشكل عام يعني وبنرسمه بهالطريقه. هلا عاده حتى يكون البي اريتاج مزبوط بده يكون البي اتان ا. يبدي يسال السؤال الثاني بي اتان ا اذا كان صح ساعتها فكر بالاريتاج اذا ما كان صح مستحيل يكون اريتاج. ماشي الحال؟ يعني حتى لو كان الا عنده بروبريتي اسمعوا شو عم بقول. افترضوا الا عنده البروبريتي اللي عنده اياهم البي يعني البي عنده كل البروبريتي تبعون الا بس البي ني با انا ما فيني احط اريتاج. هذه نقطه مهمه. يعني افترضوا الا هو انيمال والانيمال عنده نوع. طيب البي هو بيرسون. طيب البيرسون عنده نوع فيني ورثه من الا؟ لا لانه البي ما هو نبا ان انيمال يعني البيرسون ني با انيمال صح؟ ايه صح. اوكي يعني شرط اساسي يا شباب بالاريتاج انه بي اتان ا. ماشي الحال؟ طيب او بالعكس بنقول ا بوتيتر بي مثل الاكزامبل اللي فرق معنا بشوي انتبه لها محمود بشوي. مجرد بقول بوتيت يعني هي اريتاج بتدل على اريتاج. طيب هلا حاعطيكم اكزامبل اللي مرق معنا بشوي ديفلوبر وكونسبتور وبروجرامر. طب السؤال هو كيف فرق معي؟ قولوا لي ديفلوبر بتاتر ان بروجرامر او كونسبتور، هذا ما بيدل على اريتاج؟ نعم نعم رجع لي استاذ. هذا اكيد. هلا يا شباب بدي منكم شغله بالاريتاج بدي اياكم تفهموه بشكل كثير منيح لانه اللي اول شيء بيلزمكم بالبراتيك وكثير بيمرق اصلا كماده. هلا قلنا ديفلوبر بس مشكلته الاريتاج في كثير بخرجات التمييز بده يفهموه لانه بتضيع وقت حتى بعض الناس الاساتذه وقت بيقعوا بهالاغلاط حتى بعض الكتب يعني حتى في الكتب بتلاقوا فيها اخطاء بالاريتاج. هلا حناخذ اكزامبل ثاني خليني ارجع للاكزامبل هون. طب هلا اذا بدي اقول بالسؤال بالقلب بقول كونسبتور اتان ديفلوبر صح ولا لا؟ مظبوط. طيب البروغرامر اتان ديفلوبر صح؟ كمان صح. هذا اريتاج. طيب ولاحظوا حطت انا دياز عند الديفلوبر اتفقنا بالاريتاج بنحط بروتكتد ما هيك اتفقنا؟ ايه مظبوط كرمال دياز نو دياز برونو ماني حاطط بليس ما اتفقنا. طيب هلا بننتقل لاكزامبل ثاني هو بيرسون ممكن يكون بروف ممكن يكون الف مظبوط؟ طيب انقطع شيء؟ ما نكون شايفين شيء هلا انتم؟ لا هلا شايفين ما هيك؟ ايه طيب هلا يا شباب البروف لاحظوا عند البروف البيرسون عنده نو وبرينو عنده ميثود اسمه مونجي ما هيك؟ ايه ونفس الشيء البروف نفس الشيء البروف عنده بس اتاكد انه بيعمل ريكورد اوكي نفس الشيء البروف عنده عنده كمان نو وبرينو
وعنده ميثود موجود لا هي له وعنده زيدي السلام ما هيك وعنده ميثود زيدي اسمه انسيني بينما الالف عنده نو وبرونو ومانجي وبيزيد عليهم نيميرو ريجستر واتوبيه مزبوط هالكلام مزبوط le prof est une personne ولا لا بلا بلا والالف est une personne كمان صح طيب هلا بدي انبهكم لشغله اللي عند الاب اللي عند البيرسون بنسميهم جينراليزاسيون جاي من كلمه جنرال يعني عام هذا ملك عام يعني كل شيء عند البيرسون بيملكه الكل اكيد هالشغله انتم تعرفوها صح بينما اللي عند الابن هو ملكه الخاص مشان هيك بسموه سبيشاليزاسيون ملك خاص وملك عام يعني مثلا يعني مثل نوع كومون برو نعم مثل النون كومون والنون بروبر اللي سبيسياليزاسيون وهي ذاك اللي بيكون في النهارج هلا البروف يا شباب البروف عنده نون وبرونون لأنه ملك عام بس الإليف ما عنده سلاف لأنه هي ملك خاص لمين للبروف هذه فكرة الجنراليزاسيون وسبيسياليزاسيون منيح؟ بعتقد هذا الموضوع أنتوا فاهمينه الو طيب. عندي يا شباب في عندي ثلاث انواع من الجينراليزاسيون وثلاث انواع من سبيشاليزاسيون عندي جينراليزاسيون بالبروبريتي مثل النو والبرونو ما من الجنرال هن بلا شو طيب وجينراليزاسيون بالميثود اللي هي مونجي ملك الكل وعندي كمان جينراليزاسيون بالاسوسياسيون يعني اذا كان البيرسون عنده ريلاسيون كانه البروف والاليف عندهم هالريلاسيون ماشي الحال مثل هون مثلا البيرسون عنده اكثر من تليفون وكانه البروف والاليف بيورثوا هالريلاسيون صحيح مزبوط يعني عندي ثلاث انواع من جينراليزاسيون بروبريتي وميثود واسوسياسيون ونفس الشيء بالنسبه للسبيشاليزاسيون عندي سبيشاليزاسيون بالبروبريتي وسبيشاليزاسيون بالميثود وسبيشاليزاسيون بالاسوسياسيون يعني هذه الميثود اسكرير ماتير هذه خاصه بالالف مزبوط محمود محمود لو سمعت اذا عم تحكي مع حدا بس سكر السبيكر لانه عم تشوش ها ما بعرف اذا عندك انت او عند حدا تاني طيب هلا فهمتوا فكره الجينراليزاسيون والسبيشاليزاسيون الو ايه طيب. هلا بدي اياكم تنتبهوا هلا لفكره كثير مهمه هلا انا معلش خليني اقرب لقدام لانه ما بدي اعجق عليكم بالاول خليني انتقل لفكره خليني افرجيكم هالفكره هون شباب افترضوا انا هون عندي ما عندي سبيشاليزاسيون شايفين الالاف والبروف ما عندهم شيء خاص بس عندي شيء جنرال مزبوط صح الالاف والبروف طلبوا فاضي طيب انا لاني فعليا ما فاضيين فيني احول نعم فعليا ما هم فاضيين اخذين تابول بيرسون كلهم اي عرفت بس افترضوا انه ما عندهم سبيشاليزاسيون افترض هيك طيب انا فيني اعمل تيب يعني فيني الغي الاريتاج وحول البيرسون لتيب يعني مثلا ما فيني اعمل الطريقه اللي شايفينها عندكم يعني البيرسون عنده تيب بيكون يا الاف يا بروف او بحط بقلبه تيب بقلب البيرسون يعني ممكن اعمله اريتاج ممكن اعمله تيب باج تيب صح الكلام ولا لا مزبوط طيب اي متى بيكون فرض اني اعمل اريتاج إذا كان عندي أحد أنواع سبيشاليزاسيون يعني إذا كان عندي سبيشاليزاسيون بالبروبريتي أو سبيشاليزاسيون بالميثود أو سبيشاليزاسيون بالأسوسياسيون واحدة منهم بتكفي إني ما بقى فيني أعمل إلا إريتاج فهمتوا علي؟ يعني مجرد ما لقيت سبيشاليزاسيون واحدة ما بقى فيني أهرب من إريتاج ليش عم بقول هالحكي يا شباب؟ لأنه بالبرمجة أنت أهولك تشتغل على التيب إيه بيكون في كذا كلاس إريتاج اريح لك بس اذا كان في عندك سبيشاليزاسيون
بأي نوع من أنواع ما بقى فيك تشتغل إلا على الإيريتاج. حتى بالكان يعمل، حتى إذا أنت عم تحل بسبعة أقول لك البيرسون، شوفوا أقول له البيرسون بتاتر أنا ليف أو أنا بروف، بلا تلميذ أنا فيني أعمل كليب وفيني أعمل إيريتاج. لكنهم مفسرين أنه بروف عنده أيوة بعد شوي بعد شوي بعد شوي ذكروا الإليف أو البروف بجملة خاصة، شو ما كانت نوع الجملة عرفوا أنه ما بقى فيك تعمل إلا إيريتاج. أوكي بس ما بس هذا بس تبوا هذا لا يعني انه انا اذا عملت ايريتاج غلط لا فيني اعمل هيك فيني اعمل هيك. بسبب اليو ام ان الافضل تشتغلوا ايريتاج لانه الايريتاج عليه علامه لوحده. بالبروجي بالبراتيك الافضل تشتغل على الشمال اذا ما كان في عندك داعي للايريتاج ما تعمل. يعني فهمت علي بالبروجي اذا ما في داعي للايريتاج ما تعمل. واضح واضح واضح. فهمتوا هالفكرة. هلا بدي اجاكم لكذا نقط كثير مهمين وهذه كثير بضيعوا فيها التلاميذ. طيب هلا اول نقط هي شوفوا انا يا شباب بدي ميز بالإيريتاج شغله كثير مهمه. ان سول اوبجي ني با دو، شو يعني ان سول في؟ يعني انا يا شباب لما بخلق اوبجي دو تيب بروف مثلا ما معناتها انه خلق عندي اوبجي بروف واوبجي بيرسون هني اوبجي واحد. تتذكروا اول ما اخذنا الاسوسياسيون درجنا فيها شوي شوي، قلنا اول شيء عندي اسوسياسيون سامبل مثلا شوفير بيسوق سياره بس ما قلنا عليها ببعضهم هني ما فيني اقول الشوفير جزء من السياره. بعد شوي طلع معي الاجريجاسيون قلنا هذا جزء من 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 ما هيك. بعد شوي طلع معي جزء اقوى صار اسمه اجريجاسيون فور، جزء لا يتجزأ. شايفين كيف؟ لاحظين كيف الرلاسيون عم تقوى اكثر؟ الايريتاج اقوى اقوى انواع العلاقات لدرجه انه هني واحد. يعني هني البروف اتين بيرسون واحد مش يعني اذا شلنا بروف واليف ما بقى في شيء اسمه بيرسون من الاصل. لا مش هيك، اوقات اوقات بيكون عندك بيرسون لوحده بس مش هيك قصدي. اذا خلقت بروف ما معناته انه انا عندي كان عندي بيرسون قديم ورج... يعني هلا حاعطيكم مثلا حاعطيكم مثلا بشوف هذا البرمجي مثلا بس خليني معكم انا هون. انا لما بقول بروف بي ايجال نيو بروف بقول فادي حسن 500 يعني السالير 500 ما معناتها هون عندي خلق معي اوبجي بيرسون اوبجي بروف، لا اوبجي واحد اسمه بي. ما هيك تعلمتوا بالبرمجي انتو؟ بلى بلى صح ولا لا؟ طيب ليش عم بعطيكم هالملاحظه اللي كثير مهمه مع انه انتم بتلاقوها بايخ تقول لا الأستاذ عم يعطيني هاي؟ لأن أوقات إنسان بيفكر في إيريتاج بس بالحقيقة هو منو إيريتاج. كيف يعني؟ يعني إذا بلاقي أنا إذا لك أوبجي بيرسون موجود وبعد فترة بيصير بروف معناتها هذا منو إيريتاج. كيف يعني؟ يعني لازم يا شباب اثنين يخلقوا مع بعض واثنين يموتوا مع بعض عندهم إنسان في مش حياتين حياة واحدة. يعني مثلا هعطيكم إكزامبل بالانتخابات. عندي سيتويان، سيتويان شو يعني؟ يعني مواطن ما هيك؟ طيب بعد فترة صار هارسم لكم اياه على على هون لافتر لاكتب هون انا هكتب لكم هون كانديدا. شو يعني كانديدا؟ شو يعني كانديدا يا شباب؟ يعني مرشح. طيب سؤال بدي اسالكم اياه هلا خليني اعملكم تالي خليني اكتب لكم هوني مثلا كونديدا كونديدا. السؤال اللي سألكم إياه هلا الكونديدا ما أتي بيرسون ما لش خليني يكتب سيتويان أفضل تطلع أرتب ما نو سيتويان هو شو سيتويان يعني مواطن بالإنجليزي بيقولوا سيتيزن ما نو سيتويان هو بلد يعني هو أتان لحظة بس سؤال أنا بخلق كمواطن وبعد فترة بعدين بفكر اترشح صح؟ مزبوط؟ ايه صح ايه ما انا مثل الحال كال قديم اللي عملته مشواي انا بروف عرفتوا كيف؟ بروف يعني بس ضوته على الداتابيز ضري بفوتوا بروف بس بوزارة الداخلية لا بتكون انت مواطن بعد فترة شو بتصير؟ بتصير مرشح. شايفين كيف في حياتين يعني ما بيخلقوا مع بعضهم مشان هيك شو صار هون؟ هذا مانو إيريتاج. لازم بيخلقوا مع بعضهم بالداتابيز وبيموتوا مع بعضهم. يعني هني واحد. شفتوا كيف؟ أيوة.
طب هلا بتقلي اساس ضيعتني، بيقول لي طيب اكيد السؤال حتسالوني اياه. طب معنا كمان تكون البيرسون بعد فتره بتصير بروف، بقول لك اذا هيك معناتها هذا منو اريد شوف لاي درجه ليش. بس انت عاده بالفرق نحن هلا بالداتابيز تبع المدرسه لما بيدخلوا بالداتابيز المعلومات يا بتكون اليف يا بتكون بروف، بس ما بتكون بيرسون بعد 3 شهور بتصير، بعد 6 سنين بيزيدوا بتصير بروف. فهمتوا علي الفكره كيف؟ يعني اثنينتهم واحد بيخلقوا مع بعضهم وبيموتوا مع بعضهم. هذه نقطه كثير مهمه ومن كثير الشغلات اللي بتضيع التلميذ بالاريتاج. يعني هذا مثل كانه اريتاج وهمي. فهمتوا علي؟ يعني على طول لازم يكونوا واحد. طيب الملاحظه الثانيه اللي بدي اقول لكم اياها، يعني مثلا هون البروف ليش حطيتها؟ لاحظوا هلا هون عندي البيرسون، عفوا معلش انا حطها هون اكس، لكن لاحظ هذا مانو اريتاج. اي النوت الثانيه الفو فير اتونسيون او ايتا، بدي افهم شو معناه حالي. شباب مثلا البيرسون تيميد، شو يعني تيميد؟ خجول، كولير، غاضب. إذا شوفوا دول صفات ما لهم علاقة بالإريتاج. لا لحظة شوي لحظة. إذا كان الإتا تومبوريل، شو يعني تومبوريل؟ يعني مرحلية وبتختفي، أو إلها علاقة بكلاس تاني، معناتها هذا أكيد ما له إريتاج. شو يعني؟ مثلا إذا هون التيميد بقصد فيها الواحد استحى شوي وبعدين اختفى، هذا ما بقوت هذا إتا للبيرسون، ما له إريتاج هذا. هيدا من كثير الأخطار اللي بيعلق فيها التلميذ. بس إذا كان الصفة معه من يوم ما خلق لبعدين بتكون. أيوة. بينما إذا صفة سيبي يعني هو بيرسون أستاذ، فينا نحطها كبروبريتي؟ فينا نحطها كبروبريتي؟ لكن بغض النظر هي عادة إذا بتبيني إنه هو بيستحي بتحطي بروبريتي، بتحطي بروبريتي كولور مثلا بيصير لونه أحمر، بعد شوي بترديها أبيض بيصير عادي. بس برجع بعيد تلاحظي فيك شغلك، إذا هيدا صفة وطبعه تميد، تعرفوا في ناس على طول بتلاقيه محمر هيك على طول خجول، هذا صار شيء ثابت فيه ما له اتا. شفتوا كيف؟ ساعتها صار اريتاج. واذا كان بتعرفوا بيعملوا على طول مثل صنفور غضبان على طول طالع خلقه، هذا صار شو؟ هذا ما بقته اتا مرحليه، اتا ثابت فيها. شفتوا كيف؟ هذا شو اسمه؟ صار مثلا مثل هلا بشوي قلت بروف، ما واحد استاذ قبل الظهر بعدين بعد الظهر بطل استاذ، صفه ثابته. اذا كانت صفه ثابته اوكي هذه ما لها اتا، ما لها اتا تومبوريل، ساعتها ممكن فكر بالإريتاج. بس إذا كانت الإتا مرحلية لا، أو إلا عليها بشي تاني حقلكم شو معناته. لأفترض يا شباب عندي كا عم نقول ديبو، شو يعني ديبو؟ مخزن، حقتبكم يا على هون على اللوح. افترضوا عندي هون ديبو، ديبو يعني مخزن. وإجا مرق معي النص قالوا لي عندي مخزن برينسيبال ومخزن سيكوندير. طب هالامور شوي غليظه بس شوفوا لي اياها. لك حشلكم هلا الاكس بعد شوي برجع برد. اوكي شوفوا هلا عم نقول اجا عمر معي اكيد حشيل المونجي مشان مضيعه، شو خاص المونجي ديبو. طيب عم نقول هلا يا شباب الديبو سيكوندير هو مانو ديبو، هو ديبو معك؟ الو بلا الو مخزن، يعني مخزن اساسي ومخزن ثانوي. بس حقلكم شو بقصد مخزن، يعني هو اريتاج. بس حفكر معكم شوي، انا الديبو ممكن انا ساكن بحلبة بقول لهم انا المخزن الاساسي كزبون، المخزن الاساسي تبعي وين؟ بحلبة. بينما اللي ساكن بمنيارة بينه لا، المخزن الاساسي تبعي بميورا ومخزن السيكوندير تبعي بحلبة. يعني المخزن تبع حلبة هو اساسي لشخص وسيكوندير لشخص ثاني. يعني هذه الاتا، هذه الاتا، هذا الاتا اللي عم نحكي عنها ديبون بكلاس ثاني، بتتغير من زبون لزبون، مشان هيك هذا ما له اريتاج. فهمتوا علي شو عم بقول؟ يعني اذا كنت مثلا انا، يعني انا من شوي، انا من شوي اول شيء حارسمكم اللي هون لاحظوا هذا منو اريتاج. انا مشوي هلا يا شباب لما جيت قلت هذا الكلام هون البروف هو بروف بدون ما في كلاس ثاني بيحددوا كانه بروف ولا لا، ما في.
بينما بالكالي هون ونفس الشيء ما في حدا بيقول لك انت إعلام، يعني مثلا بمدرسة انت إعلام، اذا بمدرسة ثانية بمدرسة ثانية بتصير بروف، يعني ما في شيء حدا بتتغير الإريتاج تبعتك من 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 كلاس لكلاس، انت بحد ذاتك يا إعلام يا بروف. لاحظوا الإريتاج شيء جامد، ما شيء فليكسيبل، يعني مثل أم وفهم، انت بيرسون يا أم يا فهم، ما قبل الظهر أم بعد الظهر فهم، هذه نقطة مهمة ما بتغير الحالة تبعتك، هذه هالريجيديتي هذه بخصائص الإريتاج. شوفوا هون الكا، طب كيف بدي حل هذه المشكلة؟ بقول لك لا، هون ما بتعمل لي إريتاج من أصل، شو بتعمل؟ مين بيعرف؟ كيف بحل هذه القصة؟ مين بيعرف؟ بدنا نعمله كلاسات، ما لا يعني نعمل كلاس عودية. لا عودية. ما نحن اتفقنا، ما نحن قلنا في لنا زبون، احنا قلنا عندنا زبون صح؟ لاحظوا كيف الحل، لاحظوا الحل كيف هتتفاجئوا بالحل، مع انه هو سهل، بس يمر معكم حالي إلي علاقة بكلاس تاني حل، ما في اسهل منه. شوفوا شو بنعمل، بنوصل هيدي بهيدي، معلش تسامحوني بالرسم بسرعة، اكيد نحن قلنا مع مين؟ مع البيرسون، مع كليون مثلا، قلنا الكليون عنده واحد برينسيبال، خليني اجيبها من شيء رسمي تاني، عندي هون بيجي بيختار، شوف النص كيف بيقول، هذا برينسيبال بغض النظر عن الكاردينالتي، ما رح اجيب الكاردينالتي كمان، نحن شو قلنا؟ كل كليون بيختار مخزن اساسي ومخزن احتياط، خليني بعدها لهذي شوي، اوكي هيك اكثر. شو اتفقنا؟ ها قلنا كل واحد بيختار مخزن اساسي، واكيد المخزن كم واحد بيختاره كبرنسيبال؟ اكيد بليزيون، هنحط هون بليزيون. على فكرة مع الأسف هذه الشغلة تمرق بالنصوص كتير، ومن كتير الشغلات التلميذ بيفكر فيها. لحظة، ما بقدر. طيب هعمل لها كوبي وهنزل هذه شوي لهون. واحدين. هيدا يا شباب، ليش عملت هيك؟ انا غلطت تصميم، معلش لك، انا علمته حتى نزل لتحت ولا عملت له كوبي. طيب هيدا اوكي، وعندي كمان ريلاسيون تاني حسميها سيكوندير. هو النص شو قال؟ النص اللي انا حكيت لكم اياه مشوي، هذا سيكوندير. شوف الفرق بين بالكاع، اكيد حشيل مونجي هون احسن من يضحك علينا العالم. شوف النص شو قال؟ النص قال كل كليون بنقي ديبو برينسيبال وبنقي ديبو سيكوندير. هي هيك الحل تبعها مثل ما انا رسمت، بس التلميذ شو بيقول؟ بيقول ديبو برينسيبال وديبو سيكوندير معناتها هذا اريتاج خلص، معناته نوع من الديبو، بيقول له لا طول بالك، هون هذا النوع حدده كليون وبيتغير من كليون للثاني، يعني ديبو الصبح بيكون مع كليون بيكون سيكوندير، مع كليون ثاني بيكون برينسيبال، هذه كانه ايتال له، مشان هيك هذا ما له اريتاج، هذا اريتاج مخ، يعني بس تمرق معكم كلاس عم بيحدد الاطار تبع الكلاس تبعك، اوعى تفكروا اريتاج، هذا عم بيكون عم يدل على رولاسيونات مثل اللي انا رسمتها هلا. فهمتوا علي؟ ايه استاذ سهله هيك. تمام. طيب هلا اعملوا لي هلا اذا بتريدوا اعملوا لي سكرين شوت بس لنشاركم اياها، اعملوا سكرين شوت. استاذ انا على الخمسه عندي مسابقه، بدي يعني كمان اليوم عندي مسابقه، يلا يعني نخلص قبل ما هيك ان شاء الله. وين صرنا احنا هلا؟ لحظه شوي، اعطينا يعني هلا انا اعطيت ملاحظتين، اعطيت انه اول شيء بيخلقوا مع بعضهم بيموتوا مع بعضهم، وقلت لكم انتبهوا ما يجوا بين الاتا وبين التيب من الاريتاج، ماشي الحال؟ الا اذا بيغير، اذا شيء تومبوريل
هذا منو إتا هذا منو إليتاج. لازم مثل الأم وفام أكثر مثلا حلو هو الأم والفام. الأم والفام برأيكم هن بيتغيروا بالصبح العشية؟ لا هنا شيء ثابت. شايفين الإليتاج إليتاج كيف شيء ثابت منو شيء متحرك متغير. وهذا هي على فكرة من سيئات وعفكرة. طيب هلأ حنتقل للأفونتاج من الإريتاج. مين بيقول شو الأفونتاج للإريتاج؟ ما بيصير في لي تكرار يمكن. برافو عليك. بيسموها ريتوليزاسيون. ما هيك؟ يعني بلا ما نجع نعمل ميثود مونجي مجديد بالإلاف وبالبروف نستعين فيها هي زيتها. ما هيك؟ صح؟ مضبوط يا استاذ. بس هذا بس هذه يا شباب هذه بتلاقوها بكل الكتب. بس بس مين بيعطيني ميزه تانية؟ واكيد هذا شيء مهم. بس مين بيعطيني ميزه تانية؟ اكيد الريتوليزاسيون بيوفر مصاري بيوفر جهد بيوفر وقت بالبرمجه. مين بيعطيني افونتاج تاني؟ ما كل خبر الأفونتاج تاني تبع الإريتاج اللي بدي اياكم تفهموه كتير منيح هو أهم من اللي انتو تعرفوه. ليكن هعطيكم على الإكزامبل بعدين أعطيكم القاعدة. افترضوا معي إكزامبل الأوتور. أوتور يعني كاتب بقلبه نو بروبيتي نو والكونستكتور تبع الأوتور أكيد بياخد N. N يعني نو بنعمل كونستكتور. هل حكي فيمينين ولا لا؟ بلا يا استاذ. أفونتاج تاني للإريتاج. أفونتاج تاني اسمه إكستنسيبيليتي. هلا حقلكم شو يعني شو معناتها نسوها. هلا افترضوا يا شباب أنا هلا بدي أكتب برمجة كتبت أوتور A إيجال نيو أوتور حطيت فادي. مزبوط هالكلام ولا لا؟ ما هيك بيشتغل؟ شو يا محمود؟ بلا بلا مزبوط. طيب هلا لأفترض أنه أنا بعد تجربة اكتشفت أنه إذا أنا بجت لا تخليني اعملها هيك هاكتب فادي الحسن عليها شوي. اوكي كتبت فادي الحسن نو وبرنو. بس بعد خبره لقيت انه اذا فصلت الاسم عن البرنو افضل. يعني انا قبل النو كنت قصدي فيه برنو ونو اسم الثلاثي مثلا عرفتوا كيف. بس بعد خبره لقيت انه بالبحث الافضل افصل النوع على البرونو. جيت بدي اطور بالسيستم تبعي وعملته مثل ما عملته هون تحت. شايفين كيف عملت نو وبرونو وشو عملت تحت؟ كتبت اوتور ان وبي. صحيح هالكلام؟ طيب يعني هلا اذا بدي اخلق اوتور شو بكتب؟ بكتب اوتور ا ايجال نيو اوتور فادي الحسن. مزبوط هالكلام؟ مزبوط شو؟ يا استاذ مزبوط. لا تخافوا ما تفكروا ما البرمجه ما عليها بالاي ام ال. بس لازم بديكم تفهموا على المبدا هذا. لما بقبل التلميذ يكونوا فوفاش بده يكون عنده العمق. فانتوا بتكونوا عندكم العمق بالشغله حتى ما تضيعوا. شوفوا الفكره وين. هلا بنجي يا شباب تعرضنا لمشكله. مين بيعرف شو هي يعني؟ اذا جيت انا انا بعد ما عدلت بالسيستم تبعي في ناس سيرتهم عم يشتغلوا على السيستم القديم. يعني انت بس تشتري الوورد جديد في ناس سيتون عم يشتغلوا على الورد القديم صح ولا لا؟ صح. طيب بيجي واحد من جماعة القديمين عم يكتب نفس الطريقة اللي أنا اللي كان يكتب فيها من قبل. حاكتب هون اوكي اوكي لاحظوا شو عمل. إجا كتب A equal new author. بس هذه ما بيمشي حالها. مين بيقول ليش ما بيمشي حالها؟ لأنه هون الكونستكتور شو بياخد؟ نو no, بس بياخد لا هون بياخد N و P. أنا أعطيه بس نو معناتها حيعطيني هذا كله يتعى أساس هي نو إيه معناتها حيعطيني إرور. هلا أكيد أنا فيني أعمل كونستكتور تاني بس أعطيكم مثلا هيك بسيط. طب شو معناتها؟ معناتها اللي كان يشتغل على اللي عنده برامج قديمة على السيستم تبعي وقف شغله صح ولا لا؟ يعني انا مبسوط عامل برنامج وبيعه لواحد، جيت اطلب يطور لك اياه صار احسن، بالاف برامج القديمه كلها ما بقى تشتغل، هلا عمي ما بدي هالشغله كلها. يعني انت هلا اذا بدك تشتري وورد جديد وما بيفتح لك البرامج القديمه بتقول ما بدي اياه، صح ولا لا؟ مزبوط.
يعني اذا ما بيفتح لك الفايلات القديمه بتقول ما بدي اشتري السيستم كله. طيب شو الحل يا شباب؟ الحل لهالموضوع بالاريتاج بيسمح للموضوع. ايوه بيسمح للقديم والجديد. شوف ايش هعمل، عملت كلاس ثاني اسمه اوتور ان، يعني نيو اوتور اذا بدك، وحطيته بقلبه بس البرينو ماشي الحال. وشو عملت؟ عملت وردته من نايم من الاوتور. هلا يا شباب اوكي، هلا يا شباب اذا جيت كتبت اوتور عفوا هون، اذا جيت كتبت التالي، اذا كتبت اوتور ان اي ايجال نيو اوتور، يعني خلقت اوبجيكت تيب شو اوتور ان، يعني انا حر عم استعمل هلا احط فاضي الحسن، يعني عم اشتغل على سيستم جديد صح. طب اللي كان يشتغل على سيستم قديم كتب اوتور اي ايجال نيو اوتور، الكود تبعه ما تغير، بيعلق السيستم تبعه شيء؟ لا لا، لان الكود اللي كتبه صح للاوتور، انا الكلاس القديم ما دقيت له فيه بالمره، ما غيرت له فيه، كل شيء تحديث حطيته بالاريتاج، مشان هيك صار التحديث اسهل بكثير. وعلى فكره هذا بتلاقوه بالجافا قد ما بدكم، كل شيء اورينتد اوبجي بتلاقي خلق اول كلاس، بعد سنتين بيخلقوا لك كلاس بيورد بالاول، بتقول طب ليه ما عدلوا لي بالاول وريحوني؟ مشان هذا السبب، مشان اللي كان عم يشتغل على البرامج القديمه ما يتعدل شغله. يعني اذا بتتذكر ايوه بس يعملوا ابديت، ما بضل القديم زائد جديد. ايوه بيترك القديم مثل ما هو مشان ما خربط لك شغلك وبيورته وجديد. شايفين هذا الافونتاج يا شباب؟ اهم من الافونتاج الاول مليون مره، لانه معظم الناس بتشتغل على الاريتاج كرمال هالسبب هذا. فهمتوا علي؟ مشان هيك هلا انت لما بتطلع بتلاقي بالجافا بتلاقي كلاس عم يورك كلاس عم يورك كلاس، بتقول عم شو عاملين 300 طابق ضيعوني. ليش؟ لانه كل ما عملوا فيرسيون جديده من الجافا بيعملوا ايتاج جديد، مشان ما يعطلوا الشغل القديم. ما معقول كل واحد شغل القديم يخرب ويخرب بيته. فهمتوا علي كيف؟ يعني لاحظوا هلا جديد بيشتغل والقديم بيشتغل، ما عطلت شغل حدا ابدا. يعني عملت ايوه يعني مشان هيك الاكستنسيبيليتي يا شباب يعني حاطط لكم هون بين هلالين فاسيليتي دو موديفيكاسيون، فاسيليتي فهمتوها ولا لا؟ لاحظوا التطوير صار ما في احلى منه. شايفين كيف عبر الاريتاج؟ بس لو ما في اريتاج كان خربين بيوت، فعلا كان خربين بيوت. شايفين هذا الافونتاج الثاني تبع الاريتاج مهم جدا 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 جدا. فهمتوه ولا لا؟ بلا حنتقل هلا. بلا يا استاذ. حدا عنده سؤال؟ لا لا. طيب مهمه ولا ما انا مهمه؟ بلا اكيد. طيب هلا حنتقلكم على السيرشارج او اوفر رايد. هلا هدول شغلتين بيخلصوا معي بسرعه، السيرشارج او الاوفر رايد. لاحظوا عندي هون بيرسون عنده نو برينو، لاحظوا عندي اول كونستكتور بيرسون ثاني كونستكتور بيرسون، شايفين؟ هذا بسموه سيرشارج، يعني عرف نفس الميثود بس بغير بالبارامتر. يعني لاحظوا اول وحده ما عندها بارامتر، ثاني وحده عندها اثنين بارامتر، هذا بسموه سيرشارج او اوفر رايد. طب ليش بيستعملوها؟ مين بيعرف ليش بيستعملوها هيدي؟ اوفر رايد يعني مثل كانه عم يعيد شيء. اوفر رايد مشان ما تضيعوا حمحيكم الاريتاج، مشان ما تربطوها بالاريتاج. سيرشارج ما له علاقه بالاريتاج على فكره، مشان ما تضيعوا حشلكم الاريتاج، لانه السيرشارج ما له علاقه بالاريتاج، في اعمله بدون اريتاج. اوكي شوفوا لاحظوا عندي نفس الميثود بيرسون متكرر اكثر من مره. ليش عندنا هيدي يا شباب؟ مشان سهولة استعمال اكثر. يعني اول وحده بتدخل نو والبرونوم بالكيبورد، تذكروا ايام الجافا سنت الماضيه. ثاني وحده بتدخلهم بالبارامتر، يعني كانه عم بعطيك سهوله بالاستعمال اكثر. هذا اسمه اوفر رايد بقلب الجافا. ايوه هذا الاوفر رايد. اوفر رايد هي نفس الميثود، معقول يا شباب؟ نفس الميثود، نفس الاسم، بس شو اللي بتغير؟ شو بسمون هذول الارجمنت. ويمكن كمان اذا بدكم اعمل واحد ثاني، اعمل اذا بدكم كونستكتور ثاني ثالث كمان، اجي اعمل هيك. ما حدا قاله معي بالمره، شو صار؟ فيني اعمل الشكل التالي
هذا كمان override. شوف شفتوا كيف فيني اعمل هيك، هذا كمان override. يعني اقول بدي اعطيه النوم مثلا والبرونوم بدي تكون نال مثلا، او البرونوم بيدخل بالكيبورد. وفيني كمان يا شباب غير التيب تبع الارجيومون، مثلا هون يكون string فيني اعمله هو ذاته بس يكون integer مثلا. شفتوا كيف هذا كله سهولة باستعمال. يعني صار انا عندي ثلاث طرق لاخلق بيرسون اوبجي بيرسون، بس اذا كان عندي بيرسون واحد، اذا عندي ميثود واحده كم طريقه عندي؟ عندي واحده. شايفين فهمتوا ليش نعمل اوفررايد؟ الاوفررايد هو سهولة بالاستعمال، يعني تعدد الطرق. ما في داعي اعطيكم اكزامبلات لانه بسيط، مزبوط؟ بلد. الاوفررايد هو نفس الكلاس، نفس اسم الميثود، بس الارجيومون بيتغير. اتفقنا؟ طيب هنتقل هلا على الريديفينيشن. الريديفينيشن اجبار يكون عندي اريتات. لايكو هون بس خليني اعلي، لانه هيدا خليني اعلي شوي، كيف بدي اعلي شوي على اليمين لانه ما بيطلع معكم. اوكي شوف، لاحظوا بيرسون اليف او بروف، شو ملاحظين بهالنص اللي شايفينه؟ شو ملاحظين؟ شو فيها غريب بالرسم اللي شايفينها؟ بس هي كأنها اريتاج. اريتاج هي، اتفقنا. شو في غريب؟ الميثود. لا لا شو غريب؟ ليش حاطين عند الالف؟ ليش حاطين عند الالف طالما هي؟ لاحظوا يا شباب، حاطين مونجي فوق ومونجي تحت، هيدا بيسموه ريديفينيسيون. بس ليش بنعملها؟ اوقات يا شباب بتكون مثلا المونجي مثلا افترضوا انا الالاف بدي مثلا البيرسون هو شخص شعبي بياكل بطريقه هيك شعبيه، الالاف بخليه ياكل بطريقه كلاس. يعني طريقه اكل الالاف بختلف يعني عن طريقه اكل كبير عن البيرسون من فوق. ايوه يعني شوفوا يا لطيف، يعني المونجي يا شباب، المونجي نفس الميثود، نفس الاسم، نفس السيناتور، يعني حتى نفس الارجيومون بيكونوا، بس شو اللي بيختلف؟ البرمجه اللي بقدمها من جوا. عرفتوا كيف؟ يعني فوق بخليه ياكل بطريقه همشريه، تحت بياكل بطريقه متحضره. عرفتوا كيف؟ يعني حط الدقوني او شيء بالخبيات. طيب حاعطيكم مثلا هيك ابسط من هيك. افترضوا هون عندي تاكس. عندي تاكس. افترضوا عندي ميثود اسمها تاكس. طب انا لافترض انه كل العالم تدفع 10% تاكس. طيب شو معناتها؟ معناتها انا يا شباب اذا شو ما كان انت السالير تبعك، شو ما دفعت، شو ما كذا، مصطلح هي الميثود بترد 0.1 ضرب كذا او الاكس على 10. طيب لنفترض انه البروف، لانه انسان موظف وما عنده معاش عالي او شيء، بدي 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 اعمل له تاكس 15%. طب هل بتنفعه الميثود تاكس اللي فوق؟ لا، لازم يصير في تغيير عنده هو. لو معناتها ايوه، معناتها اجباري بدي اغير له التاكس. مشان هيك حزيد ميثود تاكس هون عند البروف. لاحظ هي بسموها ريديفينيسيون، بعمل ريديفينيسيون للتاكس اللي فوق يا شباب بترد 10%، اللي تحت قديش بترد؟ 15. هذا نوع ثاني من شو؟ هذا كمان ريديفينيسيون. بس لاحظوا نفس اسم الميثود فوق كانت نفس الاسم بس بيتغير شو؟ الارجيومون. هون نفس الاسم ونفس الارجيومون، ما فيني يزيد ارجيومون من فوق او عن تحت، صار اسمه اوفررايد. يعني فهمتوا علي؟ بينما هون نفس الاسم او بيسموه نفس السيناتور. بس لاحظوا الاول ميثود بترد ريتيرن 10%، تحت بترد ريتيرن 15%، يعني الفرق بالبرمجه بيناتهم. وإذا ما كان في فرق بالبرمجة ما له طعم. استاذ يعني هولي العشرة والخمستاش ما بينكتبوا بقلب البارونتيز ولا بس بالبرمجة بنكتبهم؟ لا لا بس بالبرمجة. فيك أوقات تعمليها بتزبط معك إذا بدك بالهذا تكون كونستانت. فهمتوا علي شو عم بقول؟ يعني هون شو ما كان نوع البروف التاكس تبعه 15%، بينما فوق شو ما كان نوع البيرسون التاكس تبعه 10%. طب بدي اسالكم سؤال، هلا الالاف قد ايه بيدفع تاكس، 10% ولا 15%؟ 10.
مثل البيرسون. ايوه لا يعني بيو يعني بيورا تبعت البيرسون شفتوا كيف؟ هذا حدا عنده فهمتوا شو معنى الديفينيسيون؟ يعني اعاده تعريف الميثود بس ب يعني هو بيورث بس بطريقه مختلفه. ايوه بامبليمنتاسيون مختلفه شفتوا كيف؟ هذا هو الريديفينيسيون مثلا او الريديفينيشن بالانجليزي. طيب هلا اخر شيء ديسكريمنا خلص حكتب اس هون. الديسكريمنا هو كمان عم غلط بالتيتر فوق مشان اذا عملتوا سكرين شوت ما تبعدونا قدام. طيب نرجع كمان لهذا المثل اللي بلشنا فيه اللي هو البيرسون إليف وبروف. لاقوا يا شباب بدي اعطيكم الديسكريمينون هو كومونتير بينحط على الاريتاج. هلا بقول لكم كيف. بس اول شغله للبيرسون هل هو ممكن يكون غير إليف وبروف؟ يعني ممكن البيرسون يكون إليف وبروف وغير شيء؟ لا بالطبيعة بيكون بس حسب النص شو حاطين. ايوه ايوه افترضوا بالنص قالوا البيرسون بيتر إليف وبروف وبس معناتها شو صار؟ صار كومبليت. نكتب كلمة كومبليت اذا ممكن يكون غيره بكتب انكومبليت. فهمتوا علي؟ يعني هون اذا كتبت كلمة انكومبليت معناتها البيرسون ما عنده غير الإليف والبروف وبس ما عنده نوع ثالث. اتفقنا؟ شو معناتها كومبليت؟ يا بحط اول بالاكولاد يا بحط يا كومبليت يا كومبليت. مثل ما قال فيكم بشكل عام البيرسون ممكن يكون غير هون معناتها بحط ان كومبليت. بس اذا بالنص بيقول لي بيرسون بوتيت إليف او بروف شو بتطلب؟ بكتب كومبليت يعني حسب النص. طيب بالبارتي الثاني تبع الديسكريمينو هذا اللي طلع بالاحمر هو هذا هو الديسكريمينو. طيب انتم برايكم البيرسون ممكن يكون إليف وبروف بنفس الوقت؟ يعني بتعرفوا شو تلميذ واستاذ بنفس الوقت؟ ايه ممكن. ايوه بما انه ممكن معناتها بحط انكلود. اذا مش ممكن بحط اكسكلود. فهمتوا شو معناتها؟ ايه طيب يعني اذا كان انواعه كلها بحط كومبليت، اذا انواعه منها كلها بحط انكومبليت. طيب اذا كانت ممكن للبيرسون يكون إليف وبروف ممكن عقول مش ضروري اجباري يكون. طب قلنا هلا تشوفوا اذا كان النص بيقول بيرسون مستحيل يكون إليف وبروف بنفس الوقت خلص بحط اكسكلود. حيعطيكم اكزامبل ثاني. على فكره قبل ما اكفي الكومونتير باليو ام ال بتنحط طريقتين، يا يعني انه بحطها باكولات مثل ما عملتها هلا، اذا كان كلمتين صغار كلمه صغيره بحطها باكولات مثل ما شايفين هلا. ايه استاذ نحن معك. اذا كان يا شباب الكومونتير يعني هلا انا طلعت على الموضوع عم بحكي لكم على الكومونتير بالاي ام ال بكل الاي ام ال ما بس بالدياجرام دو كلاس. اذا كان كلمتين صغار حطوا باكولات هيك، بس اذا كان باراجراف كبيره يعني ما بتسع شو اسمه فيني اعملها بهالطريقه. لاحظوا مثل الورقه المطويه، شايفين كيف الورقه مطويه؟ افترضوا انا بدي اقول انه السالير لازم يكون اقل من 2000 دولار، هيدي ما فيني اعبر عنها، ما فيني اعبر عنها بالدياجرام دو كلاس او بغيره. مشان هيك بحطها بطريقه هيك، بقول سالير اصغر من 2000 دولار. فهمتوا علي؟ بس ما بيجي بحط بالكومنتين بحط بروف ات اون بيرسون، ما هي واضحه ما واضحه. فهمتوا علي؟ يعني على طول بوضح اللي بده توضيح، مش انه بوضح على الغمضاني على الطالع وعلى النازل. هذا كنتوا تسموه انتم بالمريز ريجل ديجستيون. يعني ريجل ديجستيون اللي ما انا مبينه بحطها. فهمتوا علي؟ يعني افترضوا قالوا نو لازم يكون مثلا ماكسيموم 30 حرف. ساعتها بدي اضطر اكتب كومنتير نو 30 كاركتر. بس يعني اكيد اذا كان برجع بعيد الكومنتير اللي عمل فيني اكتبه على اليمين مثل ما عملته هلا او باكولا. هلا يستحب اني اكتبه على اليمين اذا كان الحكي كثير يعني سطرين ثلاثه، بينما اذا كان كلمتين ورد غلطان برسمهم باكولا. اتفقنا؟ الو اي اي يس هذا الكومنتير. طيب هلا نرجع للديسكريمينو. لنرجع اوكي لنرجع للديسكريمينو. خليني احط له الاس كده ساكن شيء. اوكي لنرجع للديسكريمينو. هلا شو رايكم هون كومبليت ولا انكومبليت؟ بيرسون اون وفان. على فكره انا حاطط سالير اون مش ما تفكروا بس المره بتقبض وتعملوا لنا مشكله مع الامم المتحده. طيب
شو رايك هلا لبيرسون peut-être un homme peut-être une femme ما هيك شو رايك هون complete ولا incomplete complete أو قبل 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 exclude complete ولا incomplete complete ما في نوع تاني ما لا طيب include ولا exclude يعني سؤال لبيرسون هل ممكن يكون هوم وفام بنفس الوقت exclude كمان اذا بتسمعنا الامم المتحده وتجرسنا يعني معناتها complete exclude مظبوط هالكلام مظبوط فهمتوا شو يعني complete هذا هو الديسكريبشن استاذ انا راح يبلش الصف تبعي شو اعمل استاذ صوتك منو طالع عندي انا من عندي حدا سامع الاستاذ ولا بس انا لا ونحن مثلك لا تخاف وانا كمان ماني سامع الاستاذ منو موجود اصلا شكله ما بعرف انا مضطره اطلع عم يكتب لك لا لحظه لو سمحتوا مين قال انه المدرسة 2-8 هاجر ما بعرف مين قالك يا هاجر انا هيك حكين هيك على الجروب للأسف ان شاء الله ما يكون هالشي صحيح ايه شباب لحظة شوي بس لانه حمحية لهذه لانه انترنت خلص معي على تليفوني اضطريت عملت ريستارت حتى يرجع يشغل الواحد اوتوماتيكي طيب شو رايكم هلا الماتيريال كومبليت ولا انكومبليت الاريتاج تبعها ممكن يكونوا أكثر من هيك فهي أيوة معناتها incomplete طيب exclude ولا include exclude شو رأيكم ليش include مش exclude مين بيعرف لأنه في الماتيريال بتجمع كل هدول كل شيء الأشياء أيوة اللي موجودة ما ممكن شايفين printer 3 in 1 هي scanner وprinter بنفس الوقت بلا مصبوط يعني مش انا انكلود بس بدي لكم شغلي بس ملاحظة بالنسبة للأين كومبليت عادة ما بتبين إلا ما يقولوا كذا 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 اكسترا إذا ما كتبوا اكسترا ما تحطوا فهمتوا علي؟ ايه اوكي يعني هيك بتبين يعني عدوا 1-2-3 اكسترا هلا أنتوا بالبروجي بس تلاقوا إنه عدد التيب ما بينحصل بتحطوا كمان اكسترا طيب مين عنده أسئلة؟ أستاذ أنا للأسف مضطر أطلع أنا خلصت على الحال بس إذا حدا عنده أسئلة يسأل أستاذ أول ما حطيت الإيريتاج كنت في ميتود حطيت له protected هون؟ عم تحكي هون؟ كتر خيرك يا أستاذ أول ما بلشنا بالإيريتاج يلا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله. عم تحكي طب فيني أعرف أي كار؟ يمكن تروا أو كاتر. الإريتاج أصدق بهذا الكار؟ بعد الإكزرسيس. بعد الإكزرسيس أول ما بلشت تشرح لنا. هون؟ إحد كريي مودي في أفشي. إيه نعم. اللي بس. حددتهم بروتكتد. بعدين صرت تحط بس ال بروبريتيز بروتكتد وتحت بلس. هو ليك هوني حسب تقديرك انت بس انا نصيحه الاريتاج معك حظبط لك اياها اشتغلوا بالطريقه هلا هو ليك حسب كل كاب كاب بدي راسي اكثر بس انتو بالبروجي اعملوا هيك اعملوا هيك معك اعملوا هيك افضل يعني بس البروبريتي اعملوها بروتكتد فهمتوا علي؟ لانه يمكن واحد بده يضطر يخلق ديفلوبر لوحده اذا ما كان بابليك مش في. اوكي كفي مين عنده سؤال لسه؟ مش الحال؟ ما تقول لي قطع كمان؟ نعم مش الحال اوكي حدا عنده اسئله كمان؟ هلا ان شاء الله مرت الجاي يا شباب كمان حاعطيكم اكزرسيس هلا يمكن معنا عطيتكم دوره ال 2019 الاولى أيه. بركي من هذا الاكزرسيس 2019 الاولى كمان بمنه بكون عملها ريفرش وبعدين بكفي الشغلات اللي تقريبا كل شيء مهم بالدياجرام تو كلاس خدناه هسه في كم شغله مهمين والباقيين يعني ما بيقروا كثير بنكون هيك عم نراجع وعم نخلصها لكم ان شاء الله الخميس على الارجح الساعه 3 على الاقل معي ساعه بدي بركي بحاول شوي يمكن بنضل نلحق حل الاكزرسيس ان شاء الله بركي بنحله ان شاء الله ان شاء الله يلا اذا حدا بده مني شيء اللي قبل ما اسكر الله يبارك فيك يا استاذ يعطيك العافيه الله يعافيكم يا رب يلا يعطيكم العافيه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله